السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على رئيس الاتحادية خير الدين زاتشي اللي نتمناو له الشفاء. راه جزائري، رانا جزائريين، نتمناو له الشفاء كما نتمناو له الشفاء لانه جزائري. وين الحمد لله يا ربي، راني نهار اللي جاو من زيمبابوي رانا درنا فيديو قلت لكم يا ودي مكاش غير 4 ولا 6 تاع اللعابه، قلت لكم 11 حتى اكثر. اكثر قلت لكم كاين في الاداره، كاين فانيك حتى في ستاف تكنيك، كيما نقولوا ستاف تكنيك، كاين المدرب وكاين المساعدين تاعو. حنا في ستاف تكنيك ما على بالناش كون بصح كاين قلنا بلي لعابه، كاين في الاداره، وكاين في ستاف تكنيك اللي عندهم تحفظ كبير. راه كاين تحفظ كبير، داروا تحفظ، قال لك يا ودي خلوا غير اللعابه باينين، يا اللعابه غادي لي زيكيب تاعهم يكشفوا عليهم. خاطر كون جاو دوك اللعابه جاو هنا ما كناش غادي نسمعوا، يقول لك تو فابيا. خاطر هذه من الفاشل المسؤولين، راك تشوف يا زاتشي اللي يتهاون. المسؤوليه نورمالمون انت تديها، حنا نقولوا الله يشافيك، والله يشافي كاع المرضى، الله يشافي كاع المرضى. هذا الوباء عالمي، حنا كيما يقول لك رانا بالجزائر، الله يشافي الجزائريين ويشافي الامه المسلمه ان شاء الله بربي، وربي يرد علينا هذا الوباء. هذا وباء خطير، ما تحصل يعني. روحت نفوت انا على لونطونسيون عند طبيبه، لعدنا نهضروا على دي الكورونا ما كورونا، قالت لي تولي هي قضبتك جوج خطرات ولا ثلاثه وانت ما فقتش بروحك، هات ما نديروا العريض. قالت لي تولي ما قضبتك جوج خطرات ولا، قالت لي ما فقتش بروحك، ما نعرف انا. المهم ربي راه من الجينه وصايك، هذا كلش من عند ربي. بصح نعاودوا نولوا نتكلموا على خير الدين زاتشي، انت هو المسؤول. هذا اللي ركب هذو زوج اللي كانوا مرضى هنا في الجزائر، راحوا 12 ساعه الي روتور، 12 ساعه في 12 ساعه راهي 24 ساعه. يقول لك في الطائره كلش مبلع، والطائره يكون فيها كليمه، يعني يقول لك كي تفوت 3 سوايع الناس اللي يكونوا في ديك الطائره، ولا كان كاين وباء مريض كورونا فيها مرض، بنادم فيه المرض، غادي رايح تكون كيما نقولوا حنايا، رايح تكون فوق 3 سوايع الامر يكونوا في الخاطر. نهار اللي الحاج حسين جناد تكلم عليها، ناس ولا يستهزئوا به، قال لهم هلع والله لا، صرا الهول في الطياره في الروتور من اللعابه، عرفوا بلي كاين مرض، كاين ناس فيهم الكورونا، هبلوا الناس هبلت. بصح شكون اللي طلعهم؟ شكون اللي يتحمل المسؤوليه؟ شكون اللي طلعهم وشكون اللي يتحمل المسؤوليه؟ راه وين راه تاع المغرب مده 5 سوايع برك، عرف بلي اللعاب خلاه فب، خلاه معاه الطبيب، خلى له مصيريفه تاعه وتايب راه يجي. بصح حنا لا طلعهم شوف، لعابه مضيعين المكانه تاعهم، انت راك مريض في ستاف تكنيك، ناس مرضى يعني في ستاف تكنيك، والناس هي مرضى ما بغاوش يديكلارو، حفاظ على سمعه الاتحاديه. اليوم صبح رئيس اتحاديه مريض، وكاين اسماء ثقيله، او كاينين اسماء ثقيله، وانا قلتها لكم نهار الاول، قلت لكم يا ودي ما همش غير لعابه، قلت لكم كاين اسماء ثقيله راهي تشاه الوباء، راه تشاه الوباء. والناس كي طلقت الهضره اخر زاتشي يهدر على مارادونا، يهدر ويكح وكلش، بلي زعماك ما عندي والو يا ودي. كورونا راهي مونديال اصاحبي، كورونا راهي مونديال، وغادي يحافظ ربي يحفظ وصايك، تحافظ ما تحافظش ربي يحفظ. انا نقولكم والله ما قلك ربي، لا يجعل ربي يحفظ وصايك،
ما هي سهلة، هاي اللي تقلب وتلويه. حنا نقول الله يجعل ربي يشافيك ويشافي الأمة المسلمة وربي يرفع علينا كاع الوباء. بصح واحد لازم يقولك التحذري يغلب القزع، التحذري يغلب القزع. علاه داروا هذاك التعقيب؟ شابة وردة توري الشابة، شابة وردة تورينا كيفاش نغسلوا يدينا، الناس يورونا كيفاش نغسلوا يدينا، كل اللي شغل أول مرة باين نغسلوا يدينا. أو شابة وردة ولا توريكم كيفاش تغسلوا يديكم، مشي كل شغل. هذيك 5 ملايين اللي شافت شابة وردة كل شغل عمرهم لا غسلوا يديهم. هاك شو كيفاش كاين ناس، كاين أسماء ثقيلة في المنتخب الوطني أصيبت بالوباء كورونا. قول مزيان لعبة بانت على 4 وقيلة ولا 5. هاك شو كيفاش هذا مناه، لازم تخوض حذرك انت منقي من النطاق. وركبتو زوج، وشكون اللي ركبهم لكم؟ انا على بالي مشي انت ركبتهم، انا على بالي بلي شي زاتشي هو اللي يتحمل المسؤولية ركبهم. انا على بالي شكون اللي يتحمل المسؤولية، انا على بالي شكون هو يتحمل المسؤولية. حتى قر المرض وطلعهم، عشات هاك تشوف كيفاش عشات انت وقاد باتك. عرجا البطولة تاعنا، عرجاو البطولة، الله يجيب الله يجعل ربي يجيب الحظ والسلامة. وزيد زاتشي نترحموا على كيما يقولك، نترحموا على شي على كيسموه على حناشي، نترحموا على ناس، نترحموا على شي فلوس. قالك شي فلوس اللي طول في عمره، الرحمة مليحة للحي والميت. نترحموا على حناشي ربي يرحمه، ترحموا على رموز تاع الجزائر. ما رادونا على على دير دقيقة صمت. ما رادونا شاف فاش فاد الجزائر، ما فاش الجزائر تاع دير دقيقة صمت. حنا رانا نقول ما نشكر. البارح واحد نهضر معاه قال لي هاك تشو، قال لي عالم مات، قال لي مكاش لي يسمع به. قلت له ذاك العالم المكانة تاعو عند ربي، بصح مارادونا المكانة تاعو غير عند الشعب. وينه اللي خير، اللي عند ربي ولا اللي عند الشعب؟ اللي عند ربي خير، مكاش لي يسمع به ذاك العالم اللي مات. سمعوا قاع مارادونا وعالم ما سمعوش به. قلت له المكانة تاع مارادونا عند الشعب، بصح المكانة تاع ذاك العالم اللي مات عند ربي. قلت له عند ربي خير. نيا نعاودو نولو، هذا من سوء التسيير. لا مسؤولية بنادم، ما عندهمش مسؤولية كافية باش يدو إجراءات وقائية 100%. رغم أن شاهدنا جماعة بالماضي قدام لي يجي الجزائر دار إجراءات، دار بروغرام، يعني ما كاش راك تشوف وحكمت. خاص نورمالمون كو هذا الاتحادية كو بدلتو، كو جبتو اللي كان هذاك تاع تاع الكسوة وكلش، تغيير ملابس وكلش لي شام ماتريال هذاك، والطبيب اللي كان نورمالمون كو بدلتوهم جبتو ناس ما كانوش مرضى. تما هادو درتو عليهم مسح ولا ما درتوش؟ ما درتوش بروتوكول تاعكم، ما داروش. كيما المكلف بالإعلام جا داخل نهار تاع كأس الممتازة سيار بيلي اسمه، مين زايروه قال لهم لا درتها مع ليكيب ناسيونال، قالوا له درتها اليوم، درت تاع هذا الخطر، قال لهم لا طردوه. ها انتم تهضروا بالاجراءات لازم تكون صارمه وانتم خاربينها. نعاودها لك من الفوق، قال لهم من الفوق، قال له انا يا من الفوق عاس عليها، هي من تحت شارب. وكل هضره تبانوا علينا بروتوكول لازم منا والاجراءات وسوف وسوف وسوف. قررنا وانتم عندكم مخروبه. اصبحت انت في كورونا، ماذا بينا؟ بصح ما ديروهاش انتم تعادي تعبس تحمل مسؤوليه، تقول بلي انايا حنايا كيما يقول لك حنايا اللي احنا اللي طلعناهم، ولا تقول فلان طلعهم. ما عندكمش مسؤوليه، انا على بالي تحكموش. مصاري انا سقط فيك، علاش نقول؟ نقول ربي ربي شافيك،
ويشافي ليهم مرضى ولاكم داسين عليهم. انا نهار الاول مي ديكلاريتو بربعه قلت لكم كاين 11، قلت لكم كاين في الاداره وكاين في اللعابه وكاين في الستاف تكنيك، ومازال تسمعوا اسماء ثقيله اقول عليها.